خلينا نروح للسوشيال ميديا، ودايما بيكون معانا فيديو كده باشمهندس لرمية او اي حاجه للعيبه الباسكت او الهاندبول او الفولي، ولكن بنشوش الصوره او بنبكسلها شويه كده علشان ما يبانش يعني اللاعب، وبعد كده بناخد اجابات جماهيرنا. خلينا نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم مره تانية. عودة لحضراتكم مرة تانية، خلينا ناخد إجابات جماهيرنا اللي دايما يعني بيبقوا عارفين الإجابات. ما جماهير الزمالك كل ما هو زملكاوي مهتمين بيه بشكل كبير. خلينا نبدأ مع ليلى أحمد حسين اللي بتقول مساء الفل عليك، أشكرك يا ليلى. بتقول طبعا ده اللاعب معاذ أيمن نجم الزمالك، وكل التوفيق ليه ولنادي الزمالك. محمد أحمد أشكرك يا محمد، مساء الفل عليك. بيقول اللاعب هو معاذ أيمن نجم الزمالك المتألق، وكل التوفيق لأعظم نادي في الكون نادينا الحبيب نادي الزمالك. عبد الحفيظ السبعاوي أشكرك يا عبد الحفيظ، مساء الفل عليك. بيقول طبعا ده النجم عمر هشام، وبالتوفيق لنادي الزمالك إن شاء الله، زملكاوي وأفتخر. جوهرة كمان بتقول أشكرك يا جوهرة، مساء الفل عليكي. بتقول اللاعب هو نجمنا معاذ أيمن، وكل التوفيق دايما لنادينا العظيم. سيد حسن بيقول مساء الفل، يعني أشكرك مساء الفل عليك. اللاعب هو نجم الزمالك المتألق معاذ أيمن، كل التوفيق لنادينا العظيم. كمان أخيرا سامح عبد الرازق بيقول، سامح ولا سماح؟ سماح. بتقول أشكرك يا سماح، بتقول اللاعب مساء الفل عليكي، واللاعب هو نجم الزمالك معاذ أيمن، وبالتوفيق للزمالك دايما إن شاء الله. باشمهندس هشام يعني خلينا نشوف الفيديو الحقيقي ونرجع لحضراتكم مرة تانية. أحداث الفترة الثالثة 30، وادي نطين بيضيفهم معاذ أيمن. أحداث الفترة الثالثة 30، وادي نطين بيضيفهم معاذ أيمن. عودة لحضراتكم مرة أخرى، وطبعا هو معاذ أيمن ما تراجعش ورا جماهير الزمالك. لا لا ما شاء الله ما شاء الله.